انا جيت هنعمل دلوقتي شوربه سي فود لذيذه جدا، مقادير كلها ظريفه احلى من بتاعه بره، انضف واروق كده تعملوها في البيت وتاكلوها بالهنا والشفا. بصوا انا معايا سي فود مشكل، انت ممكن بتجيبيها كده على طول خلطه سي فود للشوربه من عند الراجل بتاع السمك، قولي له كده انا عايزه اعمل شوربه سي فود فاديني ايه شويه ايه حاجات مشكله، هديك جمبري بقى على كاليماري على حته من الكابوريا، يعني شويه كده ايه حاجات سي فود ظريفه للشوربه. تمام، سي فود مشكل. هنحتاج بصلايه، بصلايه مفرومه متقطعه حتت صغيره كده، معانا توم مفروم تقريبا فصين كبار من التوم المفروم، معانا جزرايه مبشوره، جزرايه كبيره او لو الجزر صغير يبقى جزرتين صغيرين كده مبشورين، معانا كرفس، معانا كرات، معلقه كبيره من الدقيق، معلقه كبيره من الزبده، معانا كوبايه من اللبن الحليب، ونص كوبايه من كريمه الطبخ، ملح وفلفل ورشه كمون. بس كده وصفة ظريفة جدا جدا، إن شاء الله هتنبسطوا منها قوي. هنعمل إيه؟ أول حاجة خالص هعملها هشوح السي فود الحلو ده في حلة من غير ما أحط زيت ولا حاجة ولا أي حاجة خالص. أهو بسم الله. دي أول حاجة. حتت من السمك على حتت من الكابوريا المتقطعة، جمبري، جندوفلي، كل الكلام ده كده حتت نشوحه زي ما انتوا شايفين كده. يا الريحة، الريحة خطيرة كده اهو، ريحة بحر قوي، يعني شكلهم على طول بيلون وبياخدوا لون اورنج بينك كده خطير اهو. اول ما يتشوحوا كده ويبقوا تمام التمام بنزل على طول بالبصل، ونقلب البصل معاها. كل ده انا مش حاطه بص ولا زيت ولا حاجه خالص، هحط زبده بس هستنى شويه السي فود كده ايه يخرج الـ الـ الرطوبه اللي فيه والميه اللي فيه عشان يعمل طعم احلى كده. البصل ياخد له تقليبه حلوه، وعايزه انزل بالثوم برضو عشان ياخد من البخار بتاع السي فود، عايزه كده ايه اشم ريحتهم. يا جماعه الريحه خطيره حلوه قوي كده. وهنحط بقى ايه زبده، هنحط معلقه كبيره كده من الزبده. اول ما تبتدي الزبده احس انها بتسيح هنزل بقى بالجزر وشويه التوابل. الزبده بقى ايه شخصيتها على طول اول ما نزلت يعني الريحه جنان كده. نحط بقى ايه الجزر، الجزر مهم هيعمل طعم تحفه، وهنحط الكرات والكرفس برضو. فين ايه اللذاذة كلها تظهر بقى، الريحة خطيرة. لو عندك كرات بس او كرفس بس ماشي، يعني مش لازم تحطي الاتنين لو مش متوفرين، لكن لو قدرتي تجيبي الاتنين هيبقى احلى، بيعملوا طعم فظيع في الشوربة. كده هحط بقى ملح وفلفل، ملح وفلفل، كمون، ممكن احط رشة شطة لو تحبوا. يا عيني كل التشويح ده يعمل لك طعم شوربة خطير. هنحتاج بقى ايه نحط معلقة كده من الدقيق، معلقة كبيرة كده حلوة، ونقلبها وبعدين نحط اللبن ونحط الكريمة، لبن
هحط كمان ميه. ميه سخنه. سلام بقى على اللذاذه. ناخد لها كده غلوه وبعدين نقوم حاطين الكريمه، كريمه الطبخ. هل هي ضروريه؟ هي بصراحه هتفرق في الطعم. لو مش متوفره عندك كريمه الطبخ خلاص يعني مش مشكله، ممكن نخليها بس كده، بس هي هتفرق في الطعم جدا. احنا هنحتاج بس نص كوبايه كريمه الطبخ بس كده غلوه، ونبقى معانا احلى شوربه سي فود قمر ملهاش حل. نقدر ندوقها بقى ونطمن ان الملح بتاعها مظبوط، مش محتاجه اي حاجه، هتبقى حلوه جدا لاخر لذاذه. عايزاكم تجربوها وبالف هنا وشفا. استاذه سموره جابتها لكم اهو، تلاقوها يا جماعه كده ايه يعني قوامها. لو حسيتي ان انت حاطه دقيق كتير مثلا زودي شويه ميه علشان الشوربه يبقى قوامها مظبوط، لا تبقى خفيفه قوي ولا تقيله قوي، لا القوام المظبوط بتاع شوربه كريمه السي فود. بس خلاص يا رب تكون عجبتكم. عملنا اول وصفه مع بعض، عملنا المكرونه بالوايت صوص والجمبري، وصفه حلوه وسهله وسريعه وبتاعت صيف كده. جربوها، بتبقى غاليه جدا بره، في البيت مهما جبنا مكونات وبتاع هتبقى ارخص من سعرها من بره، وناكلها في البيت انضف واحلى. والوصفه الثانيه عملنا شوربه السي فود اللذيذه دي، شوربه الكريمه بالسي فود لذاذه بقى مش قادره اقول لكم. جربوها بالمكونات اللي احنا عملناها مع بعض، هتعجبكم جدا ان شاء الله. انا بشكركم قوي قوي ان انتم بتتفرجوا عليا. شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكله بيتي. باي باي.